انا كنتمتع بالبركه ديال الحاج حبيب اللي عرفته هو حي قبل ما يموت ها، واللي انا من الناس الاخرين اللي شافوه هو عنده 120 عام. حاج حبيب قال تنات كميشه هكا صغيره، كنا كنهزوا فوق الواحد السده فيها الهواء باش يتبرد. ملي كيقول الله اكبر كيلوض وكيعاود بوحدو كيصلي بينا في تنات الله يرحمه ويوسع عليه. وملي كيقول السلام عليكم سلام كيطيح الله وكنهزو عاوتاني وكنطلعه. هذاك السيد اخر حاجه اللي دار في حياتي واش تقدر في شعري وقال لي تبت وما تخافش من الله. انا كنعتبر راسي الابن ديال الحاج ابراهيم ديال ايت مجدي، هو من ولي من اولياء الصالحين، ماشي اللي ماتوا حي اللي دعوا معايا وحماوني. انا كنعرف المدارس العتيقه، انا يوميا في كل ليله من الليالي ورا نوريت لكم نالي جاب الطلبه البر والبرلمان وخرينا القران عندكم ديك الكاسيطه ها كنقول رفع علينا الدل ديال هذه المؤسسه الخاويه. ما قدروش يهزونا، ما قدروش يمنعونا. انا لا اخشى الا الله سبحانه وتعالى، تكون الامور واضحه. انا لا اخشى الا الله سبحانه وتعالى. وملي كتوصل واحد السن، ملي كتكون ديك 70 عام 65 عام، كيبان لك كلشي بركه كلشي زياده. فاش غادي نخدم؟ اجدهم يديروا لي، انا كنسال اجدهم يديروا لي، شدهم يديروا لي، وإذا ما قبلونيش يديوني للحبس، يتداو ولدي للحبس، كاين أصعب من هذا، كاين صعب من هذه. نعم قلتي لنا في البيت عاد دابا بانك عندك شي جهاز اللي غتقدر تستجد به ولا المعارف ديالك، واش داخل الوطن ولا خارج الوطن؟ خارج الوطن. انا باقي انا مربي انا مربي في احترام وطنيتي، الامور وطن. الداعي الوطنيه ولا كاين اللي كيملك الوطن وكيكشط امه، وكاين اللي كيدعي الوطنيه وكيضحي. شكون الامور واضحه؟ انا من الناس اللي كنقول كاين جوج ديال الاشكال ديال المواطنين في المغرب. كاين اللي كيعتبر راسو مهم جدا واهم من المغرب، وكنبانو له حنا المغاربه والمغرب والوطنيه ديالنا صغير ومهم وفوق. وكاين وهذا مستعد يدلل المغرب باش هو ديما يبان كبير وعالي ومصحح. وكاين اللي عارف راسو ما عنده حتى شي قيمه امام الوطن وديما كيعلي بالوطن ديالو وكيصغر بنفسو. انا تربيت انني كندير الوطن فوق مني وقبل مني وندلل بنفسي، ولكني كانت واحد الساعه كتقول ايوا يدللوني الرجال ما فيها باس، يدللوني العيالات مرحبا، ولكني كرودل. خلي عنده بقى يسولو غادي يسمعهم. خليك هما يسولوك دابا سي زيد. نعم هما يسولوك سي زيد تفضل. عندو شي سؤالي مزيان انت راجل قانون اساسيات، واش عندك ثقه في القضاء؟ لا شوف انا حاجه وحده كنعمل بها اخوان، انا عندي حاجه وحده كنعمل بها وانا عارف عمري ما نتلقاها في الدنيا، عمري ما نصيبها في الارض، هي العداله، هي الله سبحانه وتعالى. انا عارف بان الله موجود ولكني عمري ما نشوفه، باستثناء الله ما كان عامل رب الحاجه اللي مسيتها وشفتها. انا العداله في المغرب ما كنتش ما غادي نشوفها نقول لك كنعمل بها. سيرو الشم الافراج على الابن ديالك؟ افراج يا ربي امين، ولا بغا سيد ربي علاش؟
إذا بغيت يضربني ربما هو جاي نقدر أنا كاع ما نصدقوش. سيان مستقبلا إذا صدر في حقك واحد الحكم اللي ما غاديش يعجبك، واش تقدر تطلب لجوء سياسي لأحد الدول؟ لا يمكن لي نتجه للخارج وندير لجوء سياسي. واش غادي ندير في اللجوء السياسي؟ نبدا ندير تسجيلات و ودان على داك ما عرفتش. نعم عرفا داك اللي تحت الجلابة كان كاين الزوز نعم ما كنشوفش راسي ما نكونش في المواجهة وانا ما داير والو. قلت له راقد انا ما داير والو، انا ما داير والو، انا القانون كنحترمو. قالوا لي التوابين ثلاثة، كانت حتى شي واحد يقول لك جبدت المالي أو الوحدة الترابية أو الدين الإسلامي. لكن نقول الدين الإسلامي أولا، الوحدة الترابية ثالثا، وثانيا والملك ثالثا. نديرو في الترتيب الحقيقي، خاصنا نديرو الشعب على الملك مورا، ولكن نديرو بما أنه كاين الشعب الثلاثي خوف ثلاثة. فين نفيق النقاش؟ أنا ما كندير والو، ما كنمس بالملكية، ما كنمس بالإسلام، ما كنمس بالوحدة الترابية. أنا قالوا لي المالي وعائلته خاطئك خاطئهم. أما كيقول لي القانون الجنائي مستشار صاحب الجلالة بغيت تولي عندك باش تدافع، وبالتالي ما نفلتوش ولا زاد ما شاء الله. ندافع، هذه داعي وكيل رئيس النيابة العامة ورؤساء المحاكم ولد حكم عليا في الجنح وفي الميدان اللي داعي ومنا. سي زيان واش تلقيتي شي دعم من طرف هيئة سياسية وهيئة مهنية؟ أنا كنظن بأنه أنا كنحس بعطف ديال الشعب، أنا كنحس به. يمكن يكون أنا مغرور، لأن الشيطان يمكن لي يغويني ويغررني ويخليني حماق، كنبان حماق، ولكن دابا الناس كيف هي كتلاقاني في الزنقة وكتكلم معايا ما حسيت بأنه كاين شي نفاق. يمكن كاين شي مجموعة الناس كنضحك على راسها، ولكن انا كنحس بانه محبوب. انا كنحس براسي محبوب، محبوب من عند الناس، الناس كتبغيني انا. ها نتوما كاين شي واحد عطيتو شي درهم ولا شي 50 درهم ولا صفرتو ولا وكلتو ولا ولا هذا من دابا انتوما شوفوا براسكم. هذا كتجيو بخاطركم وفرحانين، حتى انا كنفرح ملي كنشوفكم. هذا فرح متبادل واحترام متبادل. ما كتعطيونيش وما كنعطيكمش. عمري ما طلبت شي واحد منكم يخلصني باش نسجن معاه، عمري ما عطيت شي حاجه باش يسجنني. ما كتشوفوها، سولوا نفوسكم وقولوا لي واش انا حماق ولا عاقل. شوفوا خصكم تقولوا لي هذه الكلمات ماشي انا. ما تعليقك حول لقب محامي الفقراء؟ انا محامي المظلومين، واخا يكونوا اغنياء. كيف يكون فقير وباسل أو لا فقير وخايب، يمكن تكون غني ومظلوم. أنا كنحس براسي كنحارب الظن في البلاد، طمعا في الجنة، قواعد وطن ومخافة لله سبحانه وتعالى. واش لقيتي شي مؤازرة من طرف هيئة المحامين أو سياقين؟ لقيت الناس. لا لقيت المسالة العملية الواضحة والمسالة الخفية ما بعد الكواليس. المباراة كل واحد على حسب الاستطاعة ديالو. المستوى الأسري واش هاد السلسلة ديال المتابعات واش بيرتيربات الوضع الهدوء داخل أسرة السيزي؟ ما نقدرش نقول لك لا، ولكن العائلة منظمة معايا وولدي اللي في السجن ضامن معايا. السجن البارح كيقول لي الحمد لله راه دخل بيانتو دخل سنة 2022. أحب من أحب وكريم من كريم. يمكن في 2022 نخرج من السجن، ما بقاش كتبنا أكثر من هيك. سيد الوزير من بين التهم إهانة رجال القضاة والموظفين، وشكون ما درش القضاة ليه؟ لا أنا ما عندي حتى شي قضية، أنا فقط قادر تحقيق ديال جديدة. هذاك واحد السيد كان كيخرج الساعة من المكتب ديالو بواحد البكيرج ديال الماء،
وكان كيمشي النهر كيما تماك على برا في الجردة وكيبدا يتردى ومن بعد كيبدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قلت وين هذا مؤمن يخشى الله كي ملي كيدير العصر الظهر كيخرج يصلي وهذا هو القاضي ولا بالك من اللي قريت عدم القرار ديال عدم المتابعة ديالو وشفتو بأن واحد الشاهد كيقول له بأن جان عندي رئيس الأمن الإقليمي ديال جديد عطاني مليون ديال فرنك وصل معايا هو الرئيس ديال المفوضية ديال واحد المدينة حدا جديدة أزمور حسن 10 مليون ديال فرنك وما بغيتش نتراجع على الشهادة ديالي فيما يخص ضابطة وهيبة. وقال له هذا وقال له حيث انه لا يمكن اخذ بهذه الشهاده لانه غير منطقيه. قلت ولي شنو القضيه؟ ومني شفته بانه قال لها رئيس الامن الاقليمي انت ما كنتش ساكنه في ازمور مشات جابت عقده ديال الكرا فين كانت ساكنه في ازمور وجا قاضي التحقيق وقال لهم انا القايد جاب لي شهادة بعدم السكنة. عمركم سمعتوا بالشهادة بعدم السكنة؟ كان عدم الشهادة بالسكنة. وملي مشيت كنقرا الشهادة بعدم السكنة كيقول لك هاد السيدة هادي كانت ساكنة هنا فعلا ولكن ابتداء من السنة في الليل ما مكناش كنشوفوها. ردت قلت له يا سيدي اش كتصلي؟ ترى مكلخ مع راسي بدا كدور الدوخ سيدي ربي. حالك انت غير ما يصليوش لان ما عليك جهنم انت ما تصلحش تكون لا قاضي ولا امام ولا مرشد ولا رائد انت راك منافق في الدار انت الله سخط عليك والقران كله مبني على النفاق ديال الناس المنافقين في حالك قلتها صافي ما عجبوش الحال ادعيني ولكن وزير الداخليه ما عندوش الحق ادعيني بسميت القضاء ويا عباد الله راه عندنا فصل السلطة ويمشي تحامى بوزير الداخلية لأن ملي مشى وزير العدل أو لا مشى للسلطة القضائية قال له لا هاد السيد على حسب الحيثية ديال القرار المتابعة عدم المتابعة هذيك جاوبك. قلت أش كنت كتخرج تودا حنا بالفقريش حنا وكتدوخنا الله أكبر علاش غتقول كاع الله أكبر بتدوخني راه الله انا بكلك دوخني ولكن نشد ربي ما تدوخوش يعلم ما في قلوبكم كيعرف كل شيء واش انت بعقلك هادي اللي قلتها انا قلتها كنظن عندي مصلحه انا برباني يفك من القلبه وما يبقاش منافق ولكن اذا كان الله سخط عليه وطبع على قلبه النفاق غادي نمشي تماك تنتحر مع راسو نمشي نيشان جهنم هذا اللي كنقول تا ونعاود نقولها وغادي نقولها النهار ديال المحاكمه. شحال منك استاذ؟ راه هو استاذ. استاذ بما انك كنتي كتنوب على الاستاذ كنتي كتنوب على الملف ديال الاستاذ عبوز واش باقي شي تواصل على هذا الملف وباقي متابعه عليه بما انك انت اللي كنتي كتبنى الملف ديالو وهو لا سيما انه داز بالاستئناف مؤخرا. لا داز بالاستئناف دابا بقى له النخل. يعني كاين امل استاذ؟ لا انا مع الاسف ملي كان دابا هي كاينه واحد الحيله كنت فهموها الاخوان. عاد كان واحد القضيه في ملي شي واحد كيدير زيان محامي كيمشيو لعندو كيقولو إذا حيدتي زيان غادي نصاوبو معاك كيحيدني راجع الطيب خاطر أنا فاهم القضية دي بدي نكون أنا في الحبس ربما نطبع في العدل فهمتي فهذاك الإخوان اللي دافعو عليه قال لي ودي سي زيان لما كانت وقعت واحد القضية واحد المحامي ف سطات كنظن غريبة وسقط غريبة غريبة فعلا لأنه ملي انسحبت من الهيئة ما عندهاش الصراح المؤقت قلت لهم غادي نرجع هما يقولوا زيان ما يرجعش هما يعطيوه ما قضى من السجن وخرجوه عاد استنف عليه وكيل الملك. يعني شنو السبب اللي تيخلي العلاقة قوية بينك وبين الأستاذ عبوز؟
هذاك الراجل اللي في قلبه لا شعور دوا كيتكلم ضد الظلم ماشي يمكن على الاقل ودا كان بالغ في الكلام ديالو باش يمشي بثلاث شهور ديال الحبس سيرسي ولكن ماشي باربع سنين بحال هكا واحد راجل وراجل مسن علاش غتديه الحبس لانه شنو هو تكلم الهضره والكلام يمكنوش يديك للحبس الهضره والكلام اذا كان كيدير للحبس كارثه هذا الكلام يمكن له هذيك غرامان يمكن له هذيك ترشاي يمكن له هذيك ترسيرسي يمكن له هذيك تصور نفعل الحسن الثاني كنا كنديروا مدارة الطلبه وديك الشيء اللي كنقولوا على فمنا ما كاينش اللي يسمعوا ياك عطيونا شهرين ثلاث شهور ست شهور ديال الحبس ومخيل فينا دا ست شهور ديال الحبس نكونوا الحق واخا ما كنقولش بان ما كانش الظلم في ديك الوقيته كاين كاين اختطافات وكاين قتل وكاين تعسف عارف الناس كتختطف عارفه باش يقولوا هاد الكيان كان عاوتاني ولكن زعما فيما يخص المظاهرات وداك الشيء عمرنا ما عطينا للناس اللي داروا مظاهره 20 عام ديال الحاج بحال اللي داروا مع ناصر السبزافي هذه عمرها ما كانت واخا يكون شي واحد كما شفتوا في فرنسا كنشوفوا المظاهرات ديال لي جيلي جون كاين اللي كيهرس ولا كيسير بحصرة لان يكون 10000 واحد ولا 5000 واحد يمكن لك تضبطهم ديما كاين شي حمار اولا شي مسخر اولا شي بيان كيسكر على ما تسكرش على 5000 بشر هذا هو اللي بغيت نقول لكم اما حنا ما كنقولوا لهم والو ملي كتوقع المحاكمه وكتخرج ست شهور سوسي ولا كاع ست شهور كاع تنقولوا غلب الله تعطى الله هو هذا الصبر والسكوت النظام مستمر سي زياد غنشوفوا هاد السلسلة ديال التقهقر اللي دخلت فيه مهنة المحاماة وانتوما باعتباركم قيدومين ديال المهنة شنو باش تفسروها؟ أنا باش نقول لكم واحد القضية تابعة القضية أنا النهار اشتاد أنا النهار اللي حكم عليا بعام ديال التوقيف أو العام ديال السرسي عام ديال السجن موقف التنفيذ عام ديال الحبس في نفس النهار واحد المحامي سرق 5,500,000 درهم من اطراك سي بوصات من اطراك عطيوها لفراء اخر افهمها كيما بغيت انا قالوا لي علاش قلتي بانه الزبزافي ماشي انفصالي عطاوني عام ديال الحبس هذاك سرق قتال زور وخد 5,500,000 ديال الدرهم نص مليار وزياد واخد البراءة ولا خديت عام شنو خمم ما كيما قلت في السراك كيما ما معناتها سي زياد بالنسبة للمسألة ديال هذاك ربيتي عندك يكون ربيتي يا ربي بين التراث مشاركة في تأخذ وسيلة للأطفال أنت أنا ما فهمتش شوف على التحرش جيتي ما فهمتوش دجلت هاد الأميرة هادي بوك ساعة كتقول لك التحرر الجنسي، ساعة كتقول لك لا خيانة الناس والاحتيال، أنا كنعرف راسي بأن ديك السيدة هذيك ما بغيت تنسق بلا في المكتب، لأنني ما بغيت تنسق لها، ديك السيدة هذيك خطيرة، بانت ليا ماشي ثابتة في كلامها، وإذا كان كلامها ثابت خطير جدا، لأن قالت لي خدامة مع شي أجهزة في الخارج، ما نقدرش نأمن بها، وجابت لي باسبورات ديال بعد السفراء ديال المغرب وعندهم جوازات ديال الاجانب درتهم ليا في المكتب ديالي قلت لك انا كل ما السيده ما تدخلش عليا واحد النهار لا حياء الدين قالت لي انا متزوجه واحد الامير وكني مازال عذراء قلت لي راه حمقى يما يا حمقى هاد المرأة تقول لي بان هي يا مريم العذراء ولا شي حاجه ما عرفتش استاذ زين لاحظنا ان الاولى الاخيره الجنود الخارجيه ديالك حول الامن الوطني خاصه امان الامن الوطني الامن الوطني لا الوطني لا وي لا تيست الامن الوطني لا انا كنعرفش كنقول انا عندي واحد الاحترام خاص للامن الوطني كنعرف الجوداز ديالو كنعرف لو كور ربان كي سوا
وغنعرفي انهم موالين لاستيبيلاسيون المرور باش كيدوزو اربع المرات اربع السوايع في النهار وراه تحمق فهمتي مع السواق ساعة المكانة وخصك 10 أيام ديال الرحاب وكنعرف شنو هما الناس اللي الحراس وكنعرف شنو اللي هي الوقاية وكنعرف مزيان شنو هو الاستقرار ديال البلاد وكنعرف الدور ديال البوليسي في البلاد وكنعرف الشرطة القضائية وكنعرف حتى الاستعلامات العامة هذوك كنحترمهم أنا ضد الشرطة السياسية واحد البنية سرية كتدخل داخل الأحزاب والنقابات والجامعات والمؤسسات الحقوقيين باش تخلط فيهم وتحيد هذا تجيب هذا وتطبط هذا وتفر هذا وتفر هذا وتتجسس هذاك أنا ضد أنا ضد يا إخوان أنا ما 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 أنا ضد الأسلوب هذا أنا واحد الإنسان عندي مشكلة مع شي واحد نقول له أجل الله يرحم باك صاحباتي المشكلة اللي عندي معاك أنا هكاك نخمم عندنا واحد المشكلة الله يرحم والديك السيد الصحفي انت كتعرف فلان فلاني او كتعرف الدولة فلان فلانية او انت كتعشر السفارة فلان فلانية سير صنطق على هذه وسول على هذه على هذه راه في سبيل الوطن ونفهمها ولكن التجسس وديك الكاميرا وهذه هنايا وعرينا هذا والحرب هذا وصفط هذا وخلق هذا وهذا صيفط له هذه وهذه وهذه انا ضد الاخر انا ما كنظنش بان الدولة يمكن لها تطلع هكا لان ما ديرش اكثر من هتلر وما سقطش ما ديرش اكثر من الشيوعيين وما تقتلوش بن علي ما تقتلوش الحين عندنا الدول بحال انجلترا ولا امريكا او لا المانيا حاليا او السويد او كندا ما عندهاش هذا الشيء وطالعه مزدهره في ازدهار السم ما كيفاش نفسر لكم علاش غنمشي انا نهبط راسي وندلل العدو العدو راه فهمنا اسرائيل كتدلل كتسكرت على الفلسطينيين ولكن ما كتدللش الاسرائيليين ديالها اليهود ديالها بالعكس علاش حنا ما يكونش عندنا ناس كتحمينا علاش هاد الامه هادي وهاد الامن هذا وهاد المؤسسه ديال الاستقرار مشكوش لصالح الشعب علاش البلديات هادو عيوننا شطبو الطرق كلهم كيشطبو الطرق اللي كيدوز منها الملك والاخرين كيخليوها كتخنز عمرها فيران وسخ علاش بغيت شي واحد يقول لي علاش غير يعطيني مبرر باش نمشي انا مرتاح ما راه تيقول راه معاهم الحق هادشي اللي كيدير هو المعقول علاش الطريق اللي كيدوز منها محمد السادس ما فيهاش الحفاري وانا كنقيلو نبدلو في العجلات ديال السيارات ديالنا كلشي محفار علاش علاش التوارقه ما كتغرقش بالماء والرباط كتغرق بالماء علاش ما كنقولوش شي حاجه عيبه ولا لا Sara, what is it? Sara, what is it?